أنا بشب شمعة وأنتوا شبوا معاي شمعة عشان تعيشون معاي اللحظات والأجواء الحلوة بالفيديو. ولا تنسون تشتركون بقناتي لأن هالدعم يعني لي وايد، وبشارككم بطريقتي وخطواتي لتعطير بيتي وليش بيتي دايما ريحته حلوة. ست أشياء دائما أستخدمها حق تعطير بيتي وراح أقول لكم إياها بالخطوات بهالفيديو. أول شيء ببلش بالأساس، يعني خطواتي بالتعطير من تنظيف البيت لين ما أنام. في البداية لازم المنظفات تكون ريحتها حلوة، فوقت التنظيف أحب أستخدم معطر الأرض من الجسار للعطور، وايد أحبه وريحته وايد حلوة، صدق تعطي البيت كذي ريحة جدا جميلة وقت التنظيف. أول شيء أخم الأرض، وبعدها وقت المساح أضيف معطر الأرض على المي اللي بمسح فيه الأرض، فتعطي البيت ريحة حيل حلوة. فأنا بالنسبة لي لازم من الأساس وقت التنظيف تكون ريحة البيت حلوة، وهذه أول خطوة أسويها حق تعطير البيت. تلقون المعطر الأرض من المحل نفسه اللي هو من الجسار للعطور، وهم في بعض الجمعيات توفره وسعره مناسب. بعد تنظيف البيت استخدم رشوش البيت واحطها على القنفات والستاير واعطر فيها البيت كله. طبعا الرشوش تلقونها بكل مكان والانواع اللي تحبونها والروائح اللي تحبونها. طبعا في ناس يحبون روائح الفواكه، في ناس يحبون روائح الفريش، انا عن نفسي احب هذا النوع حيل اللي هو ريحته بخور. صراحة ما أدري وين تلقونه لأنه هو يعني هدية مو من الكويت، يعني من مكة، فحتى أنا ما أدري وين تحديدا من مكة. والخطوة اللي أسويها بعد تعطير البيت أحب أحط بخور وأبخر البيت كله، وأحب أحط البخور بالزوايا تحديدا أحس تثبت الريحة أكثر. الحيني حق أكثر بارت أحبه اللي هو الشموع. أنا إنسانة وايد أحب الشموع وأقدرهم وأشتري كميات كبيرة منهم. أولاً مو أي شموع أخذ، أنا من استعملت شموع Bath & Body Works حبيت الشموع حيل وصرت ما أستغنى عنهم. وطبعاً اللي شاف فلوقاتي أكيد شفتوا أني أستخدم شموع Bath & Body Works وايد، بس أنا أشتري شموع بالعروض لأن عروضهم دايماً قوية وعلى مدار السنة، فأنطر وقت العروض وأتشيل من الشموع حيل وايد واستخدمهم على مدار السنة، ومتى ما خلصت شموعي انطر وقت العروض واخذ وايد لان سعرهم بالعروض يصير حيل مناسب. يعني مثلا واحد من العروض كان اشتر ثلاث واخذ ثلاث مجانا، فحيل يصير سعرهم مناسب. يعني تخيلوا انتم قاعد تدفعون حق ست شموع بسعر ثلاث شموع، وايد زين. وانا عن نفسي حيل احب اشب الشموع قبل لا اطبخ لان الشموع تشفط كل روائح الطبخ وتنشر ريحتها الحلوة، فصراحة صرت هالخطوة ما أستغني عنها وتعلمت هالشغلة من أمي حبيبتي. كل ما جيت تطبخ تشب شمعة عشان ما تصير ريحة البيت أكل وتضر ريحة البيت حلوة. فهالشغلة اللي تعلمتها من أمي أحس صدق فادتني. أنتوا كتبوا لي تحت بالكومنت شنو الشغلات ما كانت تطري على بالكم واستفدتوا منها من أمكم، الله يخليها لكم. وهذا الشيء العجيب من عرفته وأنا صرت ما أستغني عنه كلش، هذا البخور فكرته حيل حلوة إنه يتم فترة طويلة مشبوب، وفي انواع وايد وروايح وايد. انا حيل احبه لما يجوني ضيوف اشبه لان ريحته حيل حلوه ويتم البخور فتره طويله. للاسف ما ادري وين ممكن تحصلونه لان يعني صوغه، يعني واحد من مكه والثاني من الامارات، احتمال كبير تلقونه بالكويت بس ما ادري صراحه وين ممكن تحصلونه. وهذه اخر خطوه اسويها لتعطير البيت قبل النوم. هالطريقه حيل احبها بدرجه مو طبيعيه لان صدق ريحه البيت تم حلوه لي ثاني يوم، اللي هو استخدم جهاز الدفيوزر. هذا جهاز الدفيوزر ينحط فيه ماي وزيوت عطريه ويتم شغال تقريبا 9 ساعات. انا غالبا استخدمه فتره النوم، ولما اقعد من النوم ريحه البيت دائما حلوه، والجهاز جدا امن، يعني اذا خلص الماي منه يتسكر بروحه، ما له داعي تحاتون انه يكون شغال طول الليل، راح يتسكر بروحه. انا شريته من هوم سنتر، وهم الزيوت العطريه شريتها من هوم سنتر، بس تقدرون تلقون الجهاز بامازون وتقدرون تلقون بدائل حق الزيوت العطريه بامازون او بودي شوب. وبكذي نكون وصلنا لاخر الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطوني لايك وتتابعوني على الانستغرام لان غالبا انزل يومياتي على الانستغرام، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بفيديو جاي. باي.